شهدت منطقة تكجدة السياحية الواقعة بإقليم ولاية البويرة خلال الأيام الأخيرة تساقط الكميات الأولى من الثلوج، الأمر الذي ألبس حلة بيضاء أضفت عليها لمسة سحرية زادتها رونقا وجمالا. تكجدة كي ديما تاكي نقوراي وتفل داكي بيان تساسن داكو كسيال ثامورث دي فامي تو تساسن داكو على داكي حال بيان داكي منطقة تاع تيكجدة وجبنا دراري والحمد لله وعجبنا رانا شفنا شوادا شفنا الثلج. عودة الثلوج خلال الموسم الشتوي الجديد تزامن والعطلة الشتوية، الأمر الذي سمح للعائلات من مختلف ولايات الوطن رفقة أبنائهم بزيارة هذه المنطقة الخلابة التي تمتاز بارتفاعها على مستوى البحر بأزيد من 1800 متر وتوفرها على أشجار وحيوانات نادرة. احنا رانا في نهاية الأسبوع هنا في ولاية البويرة، على هذه العائلة تاعي حبينا نستغلوا الفرصة باش نزوروا منطقة تيكجدة السياحية، ورانا قمنا بجولة في مكان يعني طبيعي رائع. يمكن تيزي وزو نسد السيارة تيكجدة، عجبنا الحال، انا السقي لها الحال، نولد ذفر، نولد وكلا ناتور ذاكي، اشكيثم كناكي. منطقة تيكجدة السياحية وبكل مؤهلاتها أصبحت قبلة السياح من داخل الوطن وخارجه، سيما وأنه تم فتح خط للنقل هذا العام يربط عاصمة الولاية بتيكجدة بناء على تعليمات والي الولاية الجديد، وذلك بهدف إعادة الاعتبار لهذه المنطقة السياحية الهامة والارتقاء بها إلى مصاف الأقطاب السياحية الكبرى.